الإخوة المشاهدين متتبعي قناة مناظير بلادي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان غتشوفوا معنا هذا المقطع، واخا مقطع قصير خفيف ظريف. هذا الشاطئ ديال مارتين، غادي نمشيو معاه حتى الاخر ديالو. الإخوان كما كتشوفوا معنا الإخوان في هذا الفصل ديال الشتاء بالضبط. الإخوان هذا الفيديو نهار 24 في شهر 1 2024، كما كتشوفوا معنا يعني كورنيش خاوي، لابلاج خاوي، يلا قليل الناس اللي كيديروا فيه شويه ديال لامارش، كيديروا فيه شويه ديال الرياضه. الاجواء ديال فصل الشتاء الاخوان مارتيل شي بخاوي من السياحه الداخليه والخارجيه. في الصيف الاخوان راه ما دوش مع الطريق هذه من الشاطئ عامر باراسولات الكراسة، يعني ما يخليوكش كاع منين دوز حتى الا بغيتي تحط الفوطة ديالك يقول لك البلاصه مكريه. شوفوا دابا وكري، ودابا في هذا الوقت هذه هي شوفوا البحر ديال الله حتى هو في الوقت ديالو يبقاو يتزاحموا تما، هذه بلاصتي هذه بلاصتك هذه بلاصتي، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا شيء غير مقبول وغير معقول بالنسبه للناس المصطافين، الناس اللي بغى يجيو يصطافوا خصو يجي يتبحر مع رسول البحر ديال الله سبحانه وتعالى. خص البلديه ولا الجماعه تاخذ الاجراءات حق هاد الناس اللي كيبقاو يتكرفسوا على الناس المصطافين والناس السياح اللي كيجيو بغيت يتبحروا في مارتيل. بزاف ديال البحوره اللي كاينين هنايا في مناطق الشمال كيبقاو يلزموا عليهم هاد المشكل هذا، وين ما كتكون غادي كيقول لك البلاصه مكريه، الا بغيتي الكرسي نكريه لك، بغيتي الطابله نكريها لك، ما يخليش لك حتى فين تحط الفوطه ديالك. هذا الشيء لا نقبله، ونتمنى من السلطات ان شاء الله في العام المقبل، العام في الصيف الجاي ان شاء الله، تاخذ واحد الاجراءات في حق هاد الناس اللي كيتكرفسوا على الناس، هاد الناس اللي كيبقاو يستغلوا البحر. وتحيه لجميع متتبعي قناه مناظير بلادي، وتحيه لجميع المشاهدين والمشاهدات داخل الوطن وخارج الوطن. فرجه ممتعه، والسلام عليكم.